قدموا صباحاً من شتى ولايات الوطن، جمعتهم حرقة سنوات يعدونها ضائعة من أعمارهم. كيف لا ولم تؤت ثمار صبرهم أكلها بعد؟ أيام من العمل المتفاني توالت، يقول هؤلاء دون ما مقابل. لا نطالب اليوم بالكثير سوى حقنا في الإدماج وأجر تعبنا من أجله. من سنة 2012 وأنا أستاذ متعاقد، نرجو من السلطات المعنية اتخاذ قرار شجاع. نتنادي لانتيغراسيو هاكي ارنوذني كوني قلنا ذي الدومان، التضحية التي ضحيناها في المناطق الظل، حتى وسائل النقل العمومي تنعدم، بالإضافة إلى راتبنا لا نتقاضيه. على الجانب الآخر من الطريق الفاصل بينهم وبين الوزارة، ارتفعت أصواتهم لتصل أسماع كل من مر بشارع رويسو وبمحاذاته. كانت الهتافات تتصاعد وتتعالى حذتها أكثر فأكثر في انسجام غاضب، لعلها تصل أسماع الوزير فيطل من علي. وعلى الأرض يظهر بين المحتجين طفل لأب حمل على نفسه رعاية أبناء وطن وجيبه خاو لا يحمل ما يرعى به ولده. عنده أولاد يستنوا الباني باش ياكلوا، ما عدناش احنا باش نبنوا منظومة تربوية، لازم على الأقل نحافظوا كرامة الأستاذ. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يتخذ في حقنا القرار اللي رانا ننتظروه منذ 10 سنوات، يدمجنا في مناصب قارة، يخلينا نكملوا الواجب تاعنا تجاه الوطن تاعنا وناكلوا ونوكلوا وليداتنا. الإدماج دون قيد أو شرط والمساواة مع بقية الفئات مطالب يؤكد الأساتذة المتعاقدون والمستخلفون عزمهم على المضي في الاحتجاج إلى غاية افتكاكها. لسان حالهم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه.